السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت بسأل على هل طلاق الزوجة حتى لو كانت بينة ولكن كرهها الزوج وأعطاها كل حقوقها، هل يعد ظلم للمرأة؟ على الرغم إن أهلها كويسين والبنت كويسة، ولكن في بعض الصفات التي تضايق الزوج يعني. ليس بحرام، لكن تعطيها جميع حقوقها، ورب العزة قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إن طلقتمهن بس ليش الله تحس قال بالغلط على الأهل وكده يعني؟ في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ما فيش فيها حرمانية يعني. لا مش حرام، لكن تعطيها كل حقوقها إن لا استطعت. حقوقها، ولكن لا تطيع المعاشرة يعني. خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولها أن تختلف منك أيضا إذا كانت تكرهك. نعم. ماشي، سواء.